السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس، ونبدأها بعنوين أبرز ما فيها. إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لمقيم بأحد مراكز الحجر الصحي بالمهدية، ونتائج سلبية طيلة الأيام الثلاثة الأولى لعملية المسح الشامل حول الفيروس بجربة. إخلالات وصعوبات يشهدها ميناء رادس التجاري ضمنتها لجنة تنظيم الإدارة والقوات حاملة السلاح بالبرلمان في تقريرها إلى وزارة النقل. الأمم المتحدة تعلن انخراط الأطراف الليبية في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتشيد بجدية الطرفين في مسار الحوار. في متابعة لمستجدات ملف كورونا في تونس، تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمقيم في الحجر الصحي بالمهدية وافدا من قطر، في حين سجلت ولاية مدنين نتائج سلبية منذ انطلاق المسح الشامل بجزيرة جربة للتقصي حول فيروس كورونا. كشفت نتائج 60 تحليلا مخبريا لعينات اقتطعت من مقيمين بمراكز الحجر الصحي بالمهدية مساء أمس عن إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لوافد من قطر، سيتم نقله إلى قسم كوفيد 19 بالمنستير، أين سيتابع العلاج والمراقبة الطبية، وذلك وفق ما أكده سمير لحول مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة. وأوضح لحول أن المصاب تم عزله عن بقية المسافرين في رحلة إجلاء من قطر إثر إفادته بأن لديه أعراض إنفلونزا، وتم عزله أيضا مباشرة بعد وصوله إلى مركز للحجر الصحي الإجباري بالمهدية. في المقابل أثبتت التحاليل المخبرية بالجهاز سلامة 50 مقيما في مراكز الحجر الصحي بالمهدية سيغادرون إلى مناطق سكنهم. وفي ولاية مدنين توصلت الفرق الصحية المكلفة بالقيام بالمسح الشامل للتقصي حول فيروس كورونا بجزيرة جربة، توصلت إلى إنجاز 1800 تحليل سريع نتائجها كلها سلبية خلال 3 أيام متتالية، أي منذ انطلاق هذه العملية الأولى من نوعها في تونس، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الأساسية بمدنين الدكتور زيد العنز. كما بيّن الدكتور أن عملية المسح الشامل تتواصل في ظروف ملائمة وسط تجاوب أهالي الجزيرة، وستنتهي غدا ببلوغ 3000 عينة مستهدفة، على أن يتم لاحقا الإعلان عن نتائجها النهائية ونتائج التحاليل المرجعية التي توجه إلى مخبر شارل نيكول. وتشهد تونس انفراجا كبيرا في الوضع الوبائي منذ أسبوع، إذ سجلت إلى غاية أمس 1087 إصابة، منها 989 حالة شفاء و49 وفاة و49 إصابة ما تزال حاملة للفيروس. جملة من الإخلالات والصعوبات يشهدها ميناء رادس التجاري ضمنتها لجنة تنظيم الإدارة والقوات حاملة السلاح بالبرلمان في تقريرها إلى وزارة النقل، بعد الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة إلى الميناء في فبراير الماضي، والتي كانت محور جلسة استماع اليوم لوزير النقل واللوجستيك أنور معروف. وقفت لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان على جملة من الصعوبات والإخلالات التي يشهدها ميناء رادس التجاري ضمنتها في تقرير بعد زيارة ميدانية إلى الميناء. عدم النظام معناها منه أنه نشريه معناها التوس هذه النظام معناها نتاع الشحن بالإعلامية ونلقاوها معناها ماهوش مفعل، منها أنه الأجراء معناها الخدامة اللي تخدم تخلص 3 مرات قد الخدمة نتاعها في 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 معناها في ساعات إضافية وهي مش قاعدة تخدم فيها، منها أنه ثم فوضى عارمة في الناس كل تدخل للمناطق الكل ثم مناطق محاجرة. وزير النقل واللوجستيك أنور معروف وفي جلسة الاستماع التي دعي إليها للرد على هكذا تقرير أكد أن الوضع في ميناء رادس يعد أولوية الحكومة في المرحلة الراهنة، وأن خلية أزمة تشتغل على متابعة مشاكل الميناء خاصة في ظل ما يسجله من خسائر سنوية وما يمر به من صعوبات، من بينها محدودية عمق المياه وطول الأرصفة التي لا تسمح باستقبال السفن من الجيل الثاني، فضلا عن ضعف مردودية عمليات الشحن وتفريغ السفن بمنطقة الرسول المكشوفة. الموضوع هذا يحتاج هبة وطنية ووقفة وطنية، لأنه قاعد يكلف المجموعة الوطنية قرابة 1000 مليار سنوي. المشروع إذن تطوير الميناء فيه بناء زوز أرصفة جديدة 8 و9 بطول جملي 530 متر، احنا اليوم عنا الرصيف عدد 7، احنا عنا 180 متر باش نزيدوا 530 متر، معناتها حاجة كبيرة باش يولي عنا
رصيف طويل جدا باش يدخلوا سفن أكبر. كما وضعت وزارة النقل استراتيجية عاجلة لتحسين أداء الميناء وتطوير البنية الأساسية والخدمات به في إطار خطة أشمل من أجل دعم تخصص الموانئ ورقمنتها لإضفاء نجاعة على نشاطها والقضاء على الفساد والرشوة وفق وزير النقل واللوجستيك. كل واحد يكون موجود في الميناء يجب يكون عنده حيز جغرافي يتحرك فيه ومهمة، وخارج زوز حاجات هذوما يجب ما عادش يكون موجود حتى حد في الميناء. بالنسبة للرقمنة فما فكرة الياس يونيك، هذه الياس ترانسبور هذه اللي قاعدين نشتغلوا عليها. كلش نعملوا محطة فيها من واحد حتى الخمسة مخصصة للمجرورات، ونفصلوا ما بين المحطة الأولى والمحطة الثانية، نعمل محطة ثانية فيها ستة وسبعة، وكي نبنيوا ثمانية وتسعة تولي عنا ستة سبعة ثمانية تسعة، ونخصصها للحاويات. دور هام لعبته في المقابل الموانئ البحرية التجارية من بينها ميناء رادس في مجابهة جائحة كورونا والحد من تداعياتها الاقتصادية، حيث سجل الميناء ارتفاعا ملحوظا في حركة توريد الحبوب وحركة تصدير زيت الزيتون. مع ذلك سيخص الميناء ببرنامج عاجل للإصلاح وتحسين النشاط، وهي استراتيجية الوزارة في تعاطيها مع هذا الملف. في يوم غضب نظم أعوان وإطارات الخطوط التونسية أمام مقر وزارة النقل وقفة احتجاجية رافضة المس من هذه المؤسسة الوطنية أو التفريط فيها. رافعين الأعلام الوطنية صادحين بشعارات ترفض خوصصة الخطوط التونسية تجمعوا أمام مقر وزارة النقل أعوان طيارون ومضيفون. الوقفة الاحتجاجية هي تعبير عن تضامننا مع المؤسسة متاعنا ودفاعنا عليها في خطة المحافظة عليها كمؤسسة عمومية تقوم بواجبها في خدمة الاقتصاد الوطني وفي خدمة الدولة التونسية. كل وزير يطلع بالفاسيليتي، جماعة ياخذوا الفلو، ياخذوا الفاسيليتي دو بيي، ياخذوا الامتيازات تاع تونس، ما يخلصونيش. احنا جينا قلنا لهم عندنا ديون عند هذوما الناس كل، يعطيونا ساعة دبور فلوسنا، واحنا طالبين انكور عليها باش نبداو نطيروا وبداو نخدموا على رواحنا. الحق تونسيغ تلقى شكون معناه مولها وقت اللي تتيح به تلقى شكون. انا تونسيغ مش كومباني خاطر نخدم فيه، ما انا كي نمشي لبرا ودراد رب والغسيله نحسها متاعي انا. الاتحاد العام التونسي للشغل كان حاضرا في هذه الوقفه معبرا عن رفضه خوصصه المؤسسات العموميه داعيا الى ضروره دعمها. ان بنات وابناء الخطوط التونسيه لن يفرطوا في أي جزء من الخطوط الوطنية لأنها جزء من السيادة الوطنية. اليوم بهذا التجمع الحاشد الغير المسبوق نؤكد مرة أخرى في الاتحاد بأننا لن نساوم ولن نفرط في المؤسسات العمومية. قلنا ونقول بأنها خط أحمر. يوم غضب رفضا للتفويت في الخطوط التونسية التي تواصل عملها منذ 72 عاما كناقلة وطنية بأسطول يقارب 30 طائرة وأكثر من 100 وجهة. دعت حركة النهضة إلى ترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية والنظري في تنقيح أحكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بها لإدخال التعديلات الضرورية لتأطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة. وطلبت الحركة في بيان أصدرته ليلة أمس الخميس في ختام أشغال مكتبها التنفيذي من كتلتها النيابية التشاور مع باقي الكتل لتسريع التوافق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وأهابت بمختلف الأطراف السياسية إلى مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب بالبلاد. واعتبرت الحركة أن الحكومة مدعوة إلى توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة والمثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار، معبرة عن انشغالها لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن الشغل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني. أكدت وزارة الشؤون المحلية اليوم أن رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الرابع والعشرين من الدستور.
يأتي ذلك تعقيبا على ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الأكرم بخصوص زيارة رئيس الجمهورية إلى مسجد أبي سعيد وعدم إبلاغه بها لأنها تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر. واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن هذه التصريحات فيها انتهاك لرمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة لا تليق بجزء من سلطة المنتخبة. وأكدت الوزارة أن تنقل رئيس الجمهورية في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق. يمثل التزود بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق الريفية بولاية جندوبة أزمة متواصلة تشتد أكثر خلال الصيف. هذه المعاناة التي يعيشها السكان منذ سنوات أجبرتهم على قطع مسافات طويلة للوصول للأودية للتزود بالماء رغم رداءة نوعيته وعدم صلاحيته للاستهلاك الغذائي. في هذه المنطقة الريفية بمعتمدية واد مليز معاناة يومية من الأهالي بحثا عن مياه الشرب بعدما توقفت الحنفيات عن ضخ المياه منذ أكثر من سنتين. توعنا عامين إذا واحد لكان يا يشتري سترنا بستين دينار يا يمشي يجيب الماء ظهر الماء عندوش البيم يجيب على ظهر صور حتى ريت الدبوز بقديش نحن ما نكسبه هيش فما ناس ما تنجب تشتري دبوز ماء عنا نحلى لهنا نحن محتاجين ماء أقسين ماء شراب نعاني معاناة كبيرة ما عندوش ماء ما نجمش يشرب نجيبه في الماء من الواد على البهايم. وفي ظل هذه العوامل يكون الوادي المحاذي للمنطقة قبلة الأهالي للتزود بالمياه رغم ما يمكن أن ينجر عن ذلك من أمراض باعتبار نوعية المياه الغير صالحة للشرب. الواد هذا هو مصدر التقريب الرئيسي معناتها لتمكين المواطنين من الماء يستعملوه حتى في الشراب. نشوف النوعية نتاع الماء هذا معناتها نوعية رديئة غير صحية معناتها تسبب في أمراض عديدة ومواطنين هذوما راهو مفروض عليهم ما عنده حتى جهة أخرى والمصدر آخر يتمتع فيه بالماء. الجمعية المائية أكدت عجزها عن تسديد ما تخلد بذمتها لدى شركة تونسية للكهرباء والغاز والتي تطالبها بتسديد معلوم شهري يقدر ب 500 دينار رغم انقطاع المياه عن المتساكنين لتتراكم الديون وتزداد المعاناة. ما مقصوص ونحن كل شهر معاليم قارة جينا ب 500 اللي هو السبب في تعطيل الجمعية وفي انحباس الماء بكون كومبليتمون. الجمعية ما نجمش حاطين عليها برشا فلوس دين نمشي ونشكو يقولوا لنا راه ما فماش ماء. الجمعية هذه ثلاث سنوات توا اللي قاعدة تعاني في الليل المشكلة نتاع القطاعات متكررة. نجم نقول 90% من ثلاث سنوات هذا المواطن ما تمتعش فيهم بالماء. هي صورة لعدد من المناطق الريفية في بلادنا والتي تتجدد معاناة سكانها سنويا بحثا عن مياه الشرب. استقبل المستشفى الجهوي بالقصرين مساء أمس ثلاثة شبان ناصلين من منطقة بوحية التابعة لمعتمدية فريانة تعكرت حالتهم الصحية بعد تناولهم كمية من عطر القوارص. ذكرت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي أن حالة أحدهم حرجة وقد تم إيواؤه بقسم الإنعاش فيما وصفت حالة الشخصين الآخرين بالمستقرة. يذكر أن منطقة حجب العيون من ولاية القيروان كانت شهدت أيضا يوم 25 من مايو الماضي حالات تسمم جراء استهلاك كحول الميثانول الممزوج بعطر القوارص ومواد أخرى ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وفقدان عدد آخر البصر ونقل حوالي 66 آخرين إلى أقسام الاستعجال والعناية المركزة بعدد من مستشفيات البلاد. تسجل بعض البلدان في العالم ارتفاعا متواصلا في عدد الإصابات بفيروس كورونا على غرار الهند التي تخطت بريطانيا في عدد الإصابات. أما الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوز عدد الإصابات فيها 2 مليون فتسعى إلى إعادة فتح أنشطتها الاقتصادية وسط مخاوف من موجة جديدة جراء الاحتجاجات. يواصل فيروس كورونا انتشاره عبر العالم حيث تسجل بعض البلدان ارتفاعا متواصلا في عدد الإصابات. ففي الهند ارتفع العدد بأكثر من 10,000 إصابة في 24 ساعة الماضية ليناهز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 300,000 إصابة. وبذلك تتجاوز الهند بريطانيا في عدد الإصابات لتصبح رابع أكثر دول العالم تضررا جراء الفيروس. أما في البرازيل أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررا فقد تخطت الإصابات حاجة
حاجز 800 ألف إصابة بعد تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة يوم أمس، لتصبح البرازيل ثاني أكثر دول العالم من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى حاصلة وفيات بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد تسجيل أكثر من 40 ألف وفاة. وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4790 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس، مما يرفع مجمل الإصابات إلى أكثر من 133 والوفيات إلى أكثر من 15 ألف. وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي. وتتصدر الولايات المتحدة العالم حتى الآن في عدد الإصابات بالفيروس، حيث تخطت حصيلة الإصابات بكورونا 2 مليون شخص. يأتي هذا التطور وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، حيث تقوم الولايات المتحدة بإعادة فتح اقتصادها، وذلك إلى جانب استمرار المظاهرات المناهضة للعنصرية واقتراب الأشخاص المشاركين في تلك المظاهرات من بعضهم البعض بشكل كبير، ما دفع جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مهاجمة الرئيس دونالد ترامب مجددا بسبب طريقة إدارته لجائحة كورونا، قائلا إن ترامب لا يزال يرفض التعامل مع الفيروس بجدية، واتهم الرئيس الجمهوري بأنه يحاول تجاهل الواقع. متابعة لتطورات الملف الليبي، وفي ظل استمرار المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة لخليفة حفتر، أعلنت الأمم المتحدة انخراط الأطراف الليبية في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة المشتركة، وأشادت بجدية الطرفين في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام والتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي. في خطوة جديدة تهدف إلى حل سلمي للأزمة الليبية، أعلنت الأمم المتحدة انخراط الأطراف الليبية في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأشادت بجدية الطرفين والتزامهما في مسار الحوار. وفي الوقت الذي رحبت فيه واشنطن باستئناف المحادثات بين طرفي النزاع في ليبيا وحثت على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، طلبتها أنقرة بلعب دور أنشط في هذا البلد بعد إعلان تركيا رفض المبادرة المصرية. وفي ظل هذه المبادرات والنداءات المتعددة لإنهاء الحرب الدائرة بين قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج وقوات خليفة حفتر والتسليم بحل سياسي ليبي ليبي، يتحدث الميدان في المقابل بلغة أخرى مع استمرار المعارك على أكثر من جبهة واستمرار تحرك الموازين الدولية مع هذا الطرف أو ذاك. في هذه الأثناء ومع احتدام المعارك بين طرفي النزاع، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في إطار عمليتها بركان الغضب، أعلنت سيطرتها على خط إمداد رئيسي بين جنوب ليبيا وغربها كانت تستخدمه قوات حفتر لدعم هجومها على العاصمة طرابلس بالمسلحين والأسلحة والذخيرة والوقود. وتوازياً مع هذه التطورات المتسارعة، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها الشديد من تقارير وصفتها بالمروعة عن اكتشاف مقابر جماعية خلال الأيام الماضية في ترهونة بعد استعادة قوات حكومة الوفاق الوطني للبلدة من قوات خليفة حفتر. وأكدت البعثة الأممية في بيان لها أن القانون الدولي يلزم السلطات الليبية بإجراء تحقيقات حقيقية ونزهة. يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم اجتماعا طارئا للبحث في الأوضاع المالية والنقدية على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد. ويأتي الاجتماع الحكومي بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية وقطع طرقات الرئيسية، مع استمرار الدعوات للنزول إلى الشارع في عدد من المدن اللبنانية احتجاجا على تسجيل سعر الدولار مستويات قياسية وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية. بعد انخفاض غير مسبوق وتدهور متسارع لليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء، والذي لامس عتبة 5000، شهدت مدن لبنانية عدة أمس الخميس احتجاجات تخللها قطع للطرق ومواجهات مع قوات الأمن. ويتهم المتظاهرون السلطات اللبنانية بالفساد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع السريع للأسعار. الثوار بالنهاية بده يسقطوها للحكومة، وبتجي حكومة تكنوقراط، بس الحكومة التكنوقراطية القادرة تشيل البلد من الأزمة اللي هو فيه. الحكومة السياسية والأحزاب ما قادرين يشيلوا البلد، هن أصلا ما بدهم يشيلوا البلد من الأزمة اللي هو فيه، هن بده يسرقوا وبده ينهبوا، ما همهم البلد.
وفي طرابلس ثاني أكبر مدينة في لبنان أصيب 8 أشخاص خلال اشتباكات بين عناصر تابعة للجيش اللبناني ومحتجين مطالبين بإنقاذ الوضع المعيشي المتدهور. وأفادت مصادر أمنية بإطلاق عناصر الجيش اللبناني القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مصرف لبنان بعدما حاولوا اقتحام المصرف واشتبكوا مع عناصر الجيش والقوات الأمنية، ما خلف عددا من الإصابات في صفوف المحتجين. يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام عن تجمع عشرات المحتجين وسط بيروت وعمدوا إلى إضرام النيران وسط الشارع. وعلى ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة في الشارع اللبناني، يعقد اليوم مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع المالي والنقدي للبلاد جراء تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتي تقترب من خسارة نحو 70% من قيمتها. ويأتي هذا التدهور المالي في وقت تعقد السلطات اللبنانية اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على دعم مالي يضع حدا للأزمة المتفاقمة. وحسب محللين فقد أدت الأزمة في لبنان والتي تعود جذورها إلى عقود من الفساد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ومعدلات البطالة، كما قادت إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال أدت إلى عدم تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية من العراق دون تحديد جدول زمني لذلك. كان البرلمان العراقي قد صوت هذا العام لصالح مغادرة القوات الأجنبية من البلاد، إلا أن رئيس الوزراء العراقي لم يوضح ما إذا كان انسحاب القوات الأمريكية سيشمل المدربين العسكريين الذين يقول معظم الأحزاب بما فيها بعض يدعمه إيران إنها ستقبل بقائهم في العراق. من جهتها أكدت واشنطن أنها ستواصل خفض قواتها في العراق مشددة على أنها لا تسعى لإقامة قواعد دائمة فيه. نظمت الشرطة الفرنسية احتجاجات في عدة مدن بمختلف أنحاء البلاد للاعتراض على القيود المفروضة على أساليب حجز المشتبه بهم والمطلوبين، إلى جانب ما فرضته الحكومة استجابة للغضب الشعبي بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، وكذلك إثر ما تردد بشأن ما وصف بزيادة حالات عنف الشرطة في البلاد. وفي باريس أوقفت نقابات للعاملين بسلك الشرطة سياراتها أمام قوس النصر قبل التحرك في مسيرة عبر طريق الشانزليزي رافعين شعارات عدة. الاحتجاجات نفذت بعد اجتماع بين نقابات العاملين بسلك الشرطة ووزير الداخلية بهدف تهدئة الغضب المتصاعد. من أخبار الرياضة الآن، وفي تعديل جديد لقوانينه أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بلاغ السماح للاعبين بالانتقال واللعب لثلاثة أندية مختلفة خلال موسم واحد. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر سابقا تعديل مجموعة من القوانين منها ما يخص التغييرات أثناء المباريات وانتقالات اللاعبين بسبب تفشي وباء كورونا وامتداد الموسم الرياضي فترات طويلة. يلاقي نادي جوفنتوس مساء اليوم جمعية ميلانو في قمة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، فيما يباري نادي نابولي غدا انتر ميلانو في المباراة الثانية. وتفتتح منافسة الكأس في إيطاليا عودة النشاط الرياضي في انتظار استئناف مبارياته البطولة في 20 من الشهر الجاري. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لمقيم بأحد مراكز الحجر الصحي بالمهدية، ونتائج سلبية طيلة الأيام الثلاثة الأولى لعملية المسح الشامل حول الفيروس بجربة. إخلالات وصعوبات يشهدها ميناء رادس التجاري ضمنتها لجنة تنظيم الإدارة والقوات حاملة السلاح بالبرلمان في تقريرها إلى وزارة النقل. الأمم المتحدة تعلن انخراط الأطراف الليبية في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتشيد بجدية الطرفين في مسار الحوار. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.